الراجل اللي انتوا شايفينه ده كان مبتسم وبيضحك في وقت الحكم عليه، بس ورا الضحكة دي مذبحة رعبت مصر كلها. بس قبل ما نبدأ كالعادة عندي طلبين، اطفوا النور وحطوا السماعات ويلا بينا نبدأ في القصة. قصتنا النهاردة عن راجل عنده 39 سنة باسم حسني سعد، وكان متجوز واحدة اسمها رنا ومخلف منها 4 عيال، عماد ومسعود ومحمد وعبد الرحمن، وكان عايش في عزبة الشيخ علي اللي موجودة في كفر الدوار في البحيرة، وبيته هناك كان كبير حوالي 3 ادوار، بس في نفس الوقت كان بعيد شوية عن بقية البيوت اللي في العزبة. وساعات حسني كان بيشتغل كمبيض محارة، وكمان كان بيجيب مواشي عنده عشان يربيها وياكل من خيرها، وكانت امه اللي اسمها زينب عايشة معاهم في البيت ده، بس كل شوية كانت بتتنقل ما بينه وبين اخواته. ومن الاخر يعني العيلة دي كانت معروفة بطيبتها وخيرها مع الناس، وما كانش عندهم عداوة مع اي حد، وحسني بالذات كان معروف ان هو طيب ومحترم جدا وبيساعد اي حد لو محتاجه في اي حاجة. بس للأسف العادة دي هي كانت السبب في موته. في يوم 5 يناير سنة 2020 قبل صلاة الفجر بشوية الدنيا كانت عمالة تمطر جامد، بس كده كده الناس نزلوا عشان يصلوا في المسجد، بس وهم في طريقهم شافوا دخان ولاحظوا ان هو كل شوية كان عمال يزيد، ولما راحوا ناحيته لقوا بيت حسني كله بيتحرق. وطبعا ساعتها الناس ابتدت تنادي على بعض عشان يطفوا الحريقة، وكل ما الوقت كان بيعدي كل ما النار كانت بتاكل في البيت اكتر، وفضلوا ينادوا على حسني وعيلته بس محدش كان بيرد، ودي كانت حاجة غريبة، ومحدش برضو كان عارف يسيطر على الحريقة، وده اللي خلاهم يتصلوا بالمطافي والبوليس. وفعلا أول ما الحماية المدنية خدوا البلاغ اتحركوا على طول على عزبة الشيخ علي، وبعد محاولات كتيرة عرفوا يسيطروا على الحريقة والنار كلها انطفت. وساعتها دخلوا البيت اللي حرفيا النار كانت كلت فيه كل حاجة، وهنا اتأكدوا ان لو كان في حد جوه البيت فهو أكيد مات. المنظر كان فعلا مرعب، وعايز اقول لكم ان هم والبوليس ما كانوش مقتنعين ان في حد جوه اصلا، عشان اكيد الاهالي كانوا هيسمعوا او يشوفوا حاجه، بس للاسف الكلام ده طلع مش صحيح، عشان بعد ما فحصوا البيت كويس لقوا 5 جثث متفحمه جوه الزريبه بتاعه البيت، وبعدها لقوا جثه طفلين في السرير بتاعهم اللي كان في الدور الثاني. وايوه الجثث دي كانت بترجع لحسني وبقيه اهله. ايوه شفت، يعني كان هم مفيش حاجه باينه، مفيش حاجه باينه متفحمه يعني، بسيطه كده. كلهم كانوا في الزريبه بقى ولا لا؟ العيال الصغار الاثنين طلعينهم معانا، دول كانوا على السرير قبل ما يروحوا الزريبه. والناس اللي هي ما كانتش تعرف ان في جثث، هي بتطفى على اساس حريق، كل ما يطفوا لقوا جثه. وهنا الشرطة شكت ان الموضوع اكيد وراه حاجة، اصل ازاي محدش فيهم صحي او حاول يجري بره او حتى يقول ان في حريقة بصوت عالي. ويمكن اغرب حاجة ايه اللي كان مجمعهم كلهم جوه الحظيرة، وعشان كده الشرطة خدت الجثث وودتهم عند الطبيب الشرعي، وفي نفس الوقت ابتدوا يجمعوا ادلة عشان يعرفوا سبب الحريقة. وفي الاول اعتقدوا ان السبب كان ماس كهربائي، عشان ممكن مثلا كانوا فاتحين دفاية، خصوصا ان يومها الدنيا كانت بتمطر. بس لا، عشان بعد ما فحصوا البيت كويس عرفوا ان مفيش اي سبب منطقي يخلي الحريقه دي تبدا، فراحوا للجيران والناس اللي تعرف حسني كويس وسالوهم لو في حد بيكرهه، بس كلهم قالوا انه راجل كويس وطيب ومستحيل يكون اي حد بيكرهه اصلا. بس لما طلعت تقارير الطب الشرعي القضيه اتقلبت، عشان كان مكتوب ان الناس اللي جوه البيت ده ما ماتوش من الحريق، هم في الواقع توفوا قبليها عن طريق الذبح. اسمي محمد محروس فهم السيد. تمام. من القتيل يبقى خالي وعمي في نفس الوقت. تمام. واللي قتل أسرة كاملة، حسن سعد أحمد ووالدته وزوجته وأطفاله الأربعة. تمام. فاحنا جايين النهاردة بنطالب بالقصاص. القضاء بتاعنا عادي ومليون مرة القضاء بتاعنا عادي، عايزين القصاص ده، أسرة كاملة يتدخل لها. العائلة اسمها عائلة علي حسن الخلفاوي على مستوى جمهورية مصر العربية. أنا عايز أقول لكم إن أصغر واحد في البيت ده كان طفل عنده 3 سنين بس، فمين الشيطان اللي دخل بيتهم ودبح الناس دي؟ وده طبعا خلى البوليس يتأكد إن الحريقة دي كمان كانت بفعل فاعل، وبعديها اتصلوا بأهالي الضحايا عشان يجوا ياخدوا الجثث ويدفنوهم، وده فعلا اللي حصل، والمقابر يومها كانت مليانة بالناس اللي كانوا شايلين 7 جثث ورا بعض. شيء فعلا يوجع القلب، بس وسط كل اللي بيحصل عيلة الضحايا كانوا رافضين ياخدوا عزاهم، خصوصا بعد ما عرفوا ان دي جريمة مش حادثة، وكانوا عايزين ينتقموا من المجرم بأي طريقة. بس ازاي ومفيش ولا دليل واحد يدلهم على مين اللي عمل كده؟ وحتى لو في دليل
فأكيد النار حرقته. بس زي ما احنا عارفين يا جماعة من كل القضايا اللي أنا اتكلمت عليها، المجرم دايما لازم يغلط وينسى حاجة، عشان لما فريق المباحث كانوا بيفحصوا حوالين البيت لقوا أثر بقع دم، فساعتها قالوا إن البقعة دي أكيد مش للضحايا عشان كلهم ماتوا جوه. وعايز أقول لكم إن البقعة دي هي اللي حلت الجريمة، عشان بعدها في اتصال جيل البوليس من مستشفى وكانوا بيقولوا إن في واحد متعور في إيده جالهم وهم دلوقتي بيخيطوه. وإنتوا أكيد هتسألوني دلوقتي طب ليه المستشفى بلغت البوليس أصلا؟ هنا هقول لكم إن الشرطة بعد ما شافت البقعة تواصلوا مع كل المستشفيات اللي حوالين المنطقة وقالوا لهم لو أي حد جالهم أو جاي لهم متعور يبلغوهم على طول. ولما الشرطة وصلت المستشفى لقوا ان الراجل ده اسمه شريف الزيات ومن نفس العزبة اللي حصل فيها الحريقة، وساعتها قالوا له ان هم عايزين يتكلموا معاه مش اكتر عشان يعرفوا ايه سبب التعويرة. فشريف رد وقال لهم ان ده شيء عادي عشان هو بيشتغل جزار فوارد يعور نفسه بالسكينة، والصراحة يعني كلام كله منطقي. بس لما سألوه لو يعرف حاجة عن حسني او البيت اللي اتحرق رده كان لا، وده اللي كان غريب بالنسبة لهم عشان كل الناس كانت عارفة الموضوع ده، فازاي انت من نفس العزبة وما سمعتش عنه؟ وغير كل ده لما جم سألوا عنه اصلا عرفوا ان سمعته مش كويسة، ده غير ان هو كان ليه سوابق كمان، بس برضه هما مش هيعرفوا يقبضوا عليه من غير دليل قاطع. فقالوا له يمشي عادي بس في الاول هياخدوا منه عينة دم، والجزار وافق وادالهم العينة اللي هم عايزينها، وساعتها حللوا العينة دي والعينة اللي لقوها بره البيت عشان يشوفوهم متطابقين ولا لا. واول لما التقرير طلع الشرطة عرفت ان شكها كان صحيح عشان العينتين طلعوا متطابقين. بس لما راحوا بيت الجزار ما كانش موجود، ولما راحوا المحل بتاعه برضه ما كانش ليه اي اثر. بس زي ما احنا عارفين ما فيش حاجه بتستخبى، وعرفوا ان هو في بيت اهله اللي موجود في برج العرب في اسكندريه، وفعلا هم راحوا قبضوا عليه. واول سؤال سالوه لشريف هو ليه دمه كان موجود حوالين بيت حسني مع انه قال ما يعرفهوش وما يعرفش الحريقه اللي حصلت. وطبعا شريف فضل ساكت عشان ما كانش عنده اي اجابه يقولها، ولما ضغطوا عليه اكتر اعترف ان هو فعلا اللي ورا موت عيله حسني وحريقه البيت. بس ايه السبب؟ هو ليه عمل كده في ناس كويسين؟ وهنا شريف حكى كل حاجة وقال ان محل الجزارة بتاعه كان مشهور جدا زمان عشان هو كان بيروج لنفسه كويس، وكان ساعات ممكن ينزل اسعار اللحوم عشان يبيع اكتر، وعشان كده المحل ابتدى يقع وما كانش عارف يشتري مواشي ولا عارف يبيع اللحوم اصلا. وساعتها شاف ان حله الوحيد ان هو يبدأ يسرق مواشي، وفعلا ابتدى يعمل كده لغاية اما في مرة راح لحسني عشان يستخبى عنده بعد ما سرق مواشي من مزرعة، وحسني خباه واكله وخلاه يبات عنده كمان. بس قبل ما ينام ابتدت تجيله افكار شيطانية، والفكرة كانت انه يقتل حسني وبقية عياله وبعدها يحرق البيت. وفعلا في 5 يناير شريف راح قبل الفجر لبيت حسني وعرف يدخل ويسرق المواشي، بس هو بيسرق اخر واحده هي عملت صوت كذا مره، فحسني صحي من الصوت ولما نزل عشان يشوف في ايه شاف شريف في وشه، وابتدوا يتخانقوا مع بعض لغايه ما مره واحده شريف طلع سكينه وطعن حسني. وطبعا صوت الخناقه صحى والدته ومراته وعياله، وهنا شريف قرر يقتلهم كمان وفعلا ذبحهم واحد واحد، وعشان يخفي جريمته حرق البيت كله عشان يتفحموا ومحدش يعرف ان هما ماتوا مذبوحين. وطبعا بعد ما الكلام ده اتقال شريف اتحبس لغايه ما محاكمته تبدا، وفي 28 يناير 2020 بدات اول جلسه في المحكمه، ولما اتكلم قال ان هو تعبان نفسيا وواجه مشاكل مع عيلته من وهو صغير، ولكن لما القاضي ساله ايه اللي حصل رفض يقول عشان ما يفضحش عيلته. انا لما رحت نتعالج مع الدكتور شريف محمد سلمان ونقول له انا كذا كذا ودوني مستشفى امراض العقليه تعبت اكتر. والمحامي بتاع المتهم قال ان عنده مرض الانفصام وانه مستحيل يكون راح عشان يسرق المواشي عشان هو من اسره ميسوره الحال ومعاهم فلوس فليه هيسرق، وقال برضه ان بينهم قرابه انا مش عارف ازاي عشان في الواقع ابن اخو شريف متجوز بنت عم حسني فمستحيل يكون عمل كده من نفسه. بس النيابه العامه شافت ان احسن عقوبه لواحد زي شريف هو الاعدام. المحكمه باجماع الاراء ارسال اوراق القضيه الى فضيله مفتي الديار المصريه عشان هو كان بكامل قواه العقلية لما ارتكب الجريمة. وعايز اقول لكم ان في وقت المحاكمة كان في ناس كتير واقفة برة كلهم كانوا عايزين اقصى عقوبة لشريف، فاحنا بنطالبه بسرعة الاعدام ويمكن الموت شوية عليهم كمان، ولكن نروح حاجة تبرد نارنا. وفعلا في 30 يناير 2020 اتحولت اوراق شريف للمفتي، وفي 27 فبراير اتحكم عليه بالاعدام. حكم في المحكمة وبإجماع الآراء أولاً بمعاقبة شريف عبد الله رجب محمد الزيات بالإعدام شنقاً عن رؤوس البيت. بس المرعب كان إنه هما بيتكلموا على العقوبة شريف كان مبتسم وبيضحك، بيضحك في وش 7 ضحايا ملهمش أي ذنب.